وقامت صاحبة السمو الملكي كاميلا دوكا كورنوال بزيارة إلى مدرسة سانت كريستوفر البحرين، يرافقها سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة حرم سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. وقد أقيم حفل استقبال بمناسبة زيارة سمو الدوقة إلى المدرسة، اشتمل على عروض ترحيبية قدمها الطلبة بين فنية وثقافية، كما استمعت إلى قصائد شعرية باللغة العربية ألقاها طلبة من غير المتحدثين باللغة العربية. وقد تأسست مدرسة سانت كريستوفر عام 1961، وهي مدرسة غير ربحية ذات معايير دولية تضم 2300 طالب من 70 دولة.